السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد على قناة الدعم الدراسي، إن شاء الله يكون مخصص صفحة 180 مراجع كتابي في اللغة العربية. الدرس هو الحال والجملة الحالية، يدخل ضمن مكون التراكيب. زوج أبونا فلاشين، وتفعيل الجرس للتوصل بالجديد دائما. نبدأ مع الأنشطة الخاصة بالحصة الخاصة بالأسبوع الرابع، الحصة الثانية بالأسبوع الرابع. طبق والضيف، أبين الحال ونوعها في الجمل التالية. رأيت الخطيبة على المنبر، ودائما الحال كنطرح السؤال كيف رأيت الخطيبة. رأيت الخطيبة على المنبر، على المنبر هي الحال، وقد جاء، أو عفوا، لقد جاء شبه جملة من الجر والمجرور. إذن قلنا على المنبر هي اللي كتمثل الحال في الجملة، وقد جاءت شبه جملة من الجر والمجرور. من الثاني، رأيت الراعي بين الغنم. رأيت الراعي بين الغنم، بين الغنم هي الحال، قد جاءت شبه جملة من ظرف المكان هي بين. من الثالثة، حي التلاميذ والمدرسة واقفين. حي التلاميذ والمدرسة واقفين، نحو السؤال دائما كيف حي التلاميذ والمدرسة. حيوه واقفين هي الحال، وهو حال مفرد أو حال مفردة. نمر الجملة الرابعة، عاد الفريق يحمل النصر. عاد الفريق يحمل النصر، كيف عاد الفريق؟ عاد الفريق يحمل النصر، هذه كاملة هي الحال، قد جاءت في الحالة شكل جملة فعلية لأنها تبتدئ بيحمل اللي هو فعل، إذا الحال جملة فعلية. جملة قبل الأخيرة، حفظت القرآن وأنا صغير. حفظت القرآن وأنا صغير، إذا الحال هنا وأنا صغير، وقد جاءت جملة اسمية، جملة اسمية. من الأخيرة، أجلس للدرس منتبها. أجلس للدرس منتبها، كيف أجلس للدرس؟ أجلس منتبها، منتبها هي الحال، وقد جاءت حالا مفردة، لأن الحال هو على المنبر، جاءت شبه جملة من الجر والمجرور. أنا بين الغنم شبه جملة من ظرف المكان. واقفين حال مفردة. يحمل النصر جملة فعلية. وأنا صغير جملة اسمية. منتبها حال مفردة. سؤال ثاني، وركب جملة تتضمن بين حال مفردة، حال جملة فعلية، وحال شبه جملة. الحال مفردة، عاد الأب من العمل متعبا. متعبا هي الحال المفردة. حال جملة فعلية، دخل سمير القسم يحمل جائزة أفضل قارئ. إذن يحمل جائزة أفضل قارئ هي الحال اللي جات جملة فعلية، نبدأ بيحمل اللي هو فعل. دخل سمير القسم يحمل، هذه يحمل هي كتبدا لنا الحال، وهذه جملة فعلية. ممكن نديرو أمثلة أخرى، دي فقط أمثلة للاستئناس، ممكن نديرو أمثلة أخرى. حال شبه جملة، رأيت الفهد فوق الشجرة. رأيت الفهد فوق الشجرة، هنا فوق الشجرة هي الحال شبه جملة. وممكن نديرو مثلا جار ومجرور حتى هي شبه جملة. سؤال ثالث، أعيّل جملة الحال وجملة التمييز فيما يأتي. عندنا جوج الجمل فيما يلي، عفوا، هنا كاين واحد المشكل، أن أحيانا كيكون واحد الخلط ما بين التمييز وما بين الحال. رأيت المصباح مضيئا، وزاد الدرس بالشرح فهما. عندما الجملة الأولى، رأيت المصباح مضيئا، شوفوا واش فيها حال ولا فيها تمييز. هنا بغينا نشوفوا واش كاين حال، نطرحوا السؤال بكيف. كيف رأيت المصباح؟ رأيت المصباح مضيئا، إذا هذا مضيئا فهي كتمثل لي جملة الحال. وكاين التفسير لانها لا تقبل التحويل، لان نشوف التمييز ممكن نحول الجمله. نشوف الجمله ديال زاد الدرس بالشرح فهما، هنا كاين تمييز، هنا كنطرحوا السؤال بكيف. هنا ممكن نطرحوا السؤال ماذا زاد الدرس بالشرح؟ زاد فهما، اذا فهما كتمثل لي التمييز، ممكن نقلبوها هذه جمله التمييز، ممكن ان تقلب وتصبح زاد فهم الدرس بالشرح، كنرجعها كتولي هي الفاعل، زاد فهم الدرس بالشرح. بينما هنا ما يمكنش نقلب رأيت مضيئا أو مضاءً المصباح، ما يمكنش تقلب، لا تقبل التحويل، هي جملة الحال. كنطرحوا السؤال بكيف، جملة التمييز ستقبل التحويل. سؤال أربعة، أجيب عن أسئلة بجملة تحتوي على حال. هنا عندنا جمل خصنا نجاوبو، والجواب يكون فيه الحال. السؤال الأول، كيف تسير السفن في البحر؟ إذا كجواب، تسير السفن في البحر تصارع الأمواج. تسير السفن في البحر تصارع الأمواج.
السؤال الثاني: كيف يبدو وجه الطفل؟ يبدو وجه الطفل شاحبا. يبدو وجه الطفل شاحبا، كلمة الأحمر هي درنا هي الجملة الحالية. كيف استقبلت البنت هدية الوالد؟ استقبلت البنت هدية الوالد بالفرح. هذا جملة فعلية، هنا حال مفردة، وهنا شبه جملة من الجر والمجرور بالفرح. سؤال أخير: كيف ترى الألعاب العنفي؟ أرى ألعاب العنف خطيرة. أرى ألعاب العنف خطيرة، خطيرة حال مفردة. آخر سؤال: أعيد الحل في الجزء الآية الكريمة: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، إذا الحال هو مفسدين، اللي كيبين الحالة ديال العثو ديال الأشخاص. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، الحال هي مفسدين.